التفرق ده فيكم. انتوا مين وعاوزين مننا ايه؟ افتح الصندوق ده وفرغ اللي فيه وليه انت. لا ابدا شبع عمري. اوعى يا غزية كبيرة، انت غزية صغيرة، قولي لها تعقل وما تعطلناش. اهوي اما اديهم اللي هم عاوزينه، احب على يدي. لا ياخذوا روحي الاول. يبقى انت اللي اخترتي عاد. عادي لموا معايا الحاجة دي في دقيقة واحدة. معقول ده؟ ايه اللي في الورقة دي؟ لا مفيش، اعملوا لكم همة قبل الغازية الصغيرة ما تفوق. بلغوا ترشد علينا مش هتلحق. انا خابر هي رايحه فين. اعملوا لكم همه وخلصونا، وبعد كده ولعوا في البيت. عزيزي يا بيت سوابي الحقني يا سوابي غثني. خش انت جوا خش. ايه في ايه يا رئيس؟ الحقني يا سوابي غثني، اخوك هجم على الدار وقتل امي وولع في الدار. اخوي انت بتقول ايه؟ غثني الاول يا وهبي، لحسن يكون جاي ورايا هو واللي معاه. تستني يا وهبي احملي منين؟ كيف حصل ده ومتى؟ تستني الاول قبل ما يعيش واحد على رزقك. اهني 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 بيسه جوه. تحسبني ليهم يا وهبي؟ اهني اهني لحد يوعالك. ما اللي يوعالي يوعالي. بس عشان تقولي لي اللي حصل ايه؟ وده وقت يقول يا وهبي. قولي حصل ايه؟ بقول لك هيحصلوني ويموتوني زي امي. احميني يا وهبي، ده انا مرتك، ده لم ولدك. مش وقته الحديد ده، امسكي الف جنيه اهو، روحي شقتك في جنة، هناك هتكوني في الامان. انا هحصلك بس بعد ما يعاود مرعي. انا ما اقدرش اهمل البله قبل ما يعاود. رئيس انت مجنونه. ليه بس يا ود ابوي تخربط لي كل حاجة في آخر وقت؟ أنا خابر إنك قدري. يا وصفي ليه بس كده؟ الغزية فين؟ انا خابر انها هنا، وديتها فين؟ غوروا من هنا، الحكومة زمنتها وراكو، ما تخليهاش موتة وخراب ديار. مش قبل ما خلص عليها دي عرفتني وهتشهد علي. الغزية مش هنا، مش هنا. مرة راحت فين يعني؟ انا خابر انها هنا. اوعد وقف، قلت لك مش هنا، روح دور عليها. هتروح فين عاد؟ دور عليها بعيد عن هنا. يبقى ما فيش غير سرايا السلطان بيه، مفيش حته تتحمى فيها في البلد غيرها. بينا يا اخوان. وغنيمه ايها الامير. خليها هنا لسه يا وهبي على ما نعاودوا وناخدوها، وعاد تضيعها زي ما ضيعت اللي قبليها. بينا. استنى واصحي.
ولاد الحرمية وتقولوا قال الله وقال الرسول أنا كسيه رحت في داية. رفيع داية يا رفيع داية الحقني يا رفيع داية. ايه 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 رفيع داية احب على ريشك احميني غتني. انت مين؟ انا رئيسة بنت ستيتا. عرفتك. وايه اللي عمل فيك كده؟ وصفي السوام يا رفيع بيه. كبس علينا هو وزملاته في البيت وقتل امي وسرق شجع عمرنا وولع في الدار. يا ساتر يا رب. متى ده؟ في الوقت يا رفيع بيه. ويا تسلمها لنا يا نعمله في السرايا زي ما عملنا في بيته. صدقتني يا رفيع بيه احب على يدك جتني منهم احميني حيموتوني. ما تخافيش يا ست الرئيسة ما تخافيش. محدش يخش سرايا سلطان بيه ويتحمى فيها وحد يقدر يأذيه خصوص شوية العيال دول. الساك مغرور يا واد سلطان. طب يمكن يكون جه يوم الحساب. ايه قولكم دلوقتي؟ تمراني بلغ النقطة. ما تخافيش انا حبلة والجري والضرب حيموتوني. ان شاء الله سليمة ان شاء الله. انت الست فرحة. ما تخافيش زي ما قالك رفيع بيه بالظبط. هريدي. ايوه. هات السواق ياخد الست رئيسة على المستشفى جوام. يلا. انا جاهز يا حاج وخلصت شغلي كمان. يعني برضك مصمم يا ولدي؟ احنا مش اتفقنا يابا. الحق يا دكتور. ايه في ايه؟ في حالة صعبة. ما الدكتورة فريال عندك. اصل حالتها متأخرة قوي. روح شوفها ونأجل المشوار ده الوقت تاني. الدنيا ما طردش. حاضر يابا. ادي اللي حصل لحضرة الضابط في نفس المكان ده. وظن ان هم طلعوا الجبل. احنا قلنا كده برضو. واخترنا الامن المركزي وزمانه ابتدى المطارده والتمشيط. طيب والغازيه لا مؤاخذه يعني؟ رئيسه في المستشفى وقالوا لنا مش ممكن استجوابها دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هنحتاج لك بكره يا رفيع بيه لما النيابه تبدا التحقيق. انا تحت امركم في اي وقت. ايه ده في عرضك يا دمراني ما عملتش حاجه؟ اعمل ايه عندك؟ في ايه يا غفير؟ دي غفير وهب السوالمي كان ورا الشجره. بتعمل ايه عندك؟ ما عملتش حاجه يا رفيع بيه. ودخلت هنا كيف ومتى؟ لا مفيش يا بيه. هاتوا عسكري لما نشوف ايه حكايته ده. انا ما عملتش حاجه يا بيه. ايه ده كله يا بوي؟ جيتي في وقتك يا نفيسة. حاجات من دي امانه ناس. خديها دسيها عندك. افتح يا واحد بوليس. حكومة خدي بالك من نفسك يا نفيسة. اجروا وراها طول. وانت اتفضلي معانا. خلاص يا جماعه صلوا على النبي. امال اللهم صل عليك يا نبي. يلا خشوا ناموا انتوا ما نمتوش من عشيه. هو اللي حصل شويه يا ولدي. اما الحمد لله جت سليمه. لكن ما حدش عرف غفير وهبي ده كان بيعمل ايه في الجنينه. هنعرف يا امه هنعرف. يلا انت يا ست فرحه ريحي لك ساعتين بزياداكي. انت مش واخده على الحاجات دي. انا صعبان عليا قوي رئيسه. ربنا ينجيها يا بنتي. لكن ما حدش عارف متجوزه مين. حد خابر يما. رفيع بيه في ايه يا دور؟ دمراني عاوز سعادتك. خليه يدخل. ادخل يا دمراني. في ايه يا دمراني؟ عواس التمرجي اللي في مستشفى الدكتور فيصل ابو زهران بره بيقول لي سعادتك الغازيه رئيس عاوزاك ضروري. والست فرحه عاوز انا ليه؟ كانها بتودع ومشدد على جهتكم دلوقتي. انا هروح لها. تروحي فين؟ لازم طبعا يا رفيع بيه. طب استني ما استرها معانا يا رب. الحمد
خبرني خلاص. طب بالراحة يا ست الرئيسة، إذا كان الحديث في ضرر عليكي بلاش مني دلوقتي. لا يا رفيع بيه، لازم أنا أتكلم، ما فيش وقت. الكلام مش كويس عليك يا ست الرئيسة. ليه؟ هيعشي بموتي 10 دقايق بلاهم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عاملة ايه دلوقتي يا ست الرئيسة؟ الحمد لله انك جيت يا رئيسة. انا يهمني انكم تسمعوا الكلام اللي هقوله عشان ارد لكم شميل بتاع عشية. صح ربنا ما قسمش النعيش، بس لازم انا ارده عشان اريح ضميري قبل ما اقابل وجهي كريم. مفيش جميل ولا حاجه يا ست رئيسه، انت بس شدي حيلك وكلنا معاكي. ربنا يسعدك وينورك اللي في بالك. عايزه تقولي ايه يا ست رئيسه؟ اتفضل يا عم غزال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا ساتر. عم غزال الجومة ليك. خليكي مستريحة يا ستنا. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا أنست وشرفت. أهلا أهلا، جيت في وقتك يا راجل يا طيب. ليه؟ خير يا ستنا؟ لا خير، مفيش حاجة، كل خير. فرحة كويسة؟ كويسة قوي قوي. مال هي فين؟ وحد الله طلعها. الموت علينا حق، الواحد يقول إن لله وإنا إليه راجعون. إن لله وإنا إليه راجعون، بس أصلها ثابت عليا قوي. يا ضحية وهمي الله يسامحه عاد. يعني هي بس اللي ضحيته؟ طب إزاي يفكر ويرتب حاجة زي كده؟ ازاي ضميره يطوعه بان هو ينسب ابنه لحد تاني؟ انا مش مصدقه. لا صدقي يا هاني، كلام المرحومه رئيسه متفق مع اعترافات غفير ومرعي اللي قالتها له. يا سلام، انت كتب لك عمر جديد يا ولدي. اشكرك واحمد فضلك يا رب. ورفيع بيه نفسه نجا من مكيده كان صعب قوي انه يخرج منها. لو نجح الغفير مرعي في قتل الدكتور فيصل بمسدسه لا قدر الله. معلوم يا حضرة الضابط معلوم، بس يعني ازاي وصلت الطبنجة دي ليده؟ هو ده سؤال محتاج لإجابة يا رفيع بيه. فعلا فعلا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. كل ده ببركتك يا الله. ده ترتيب ربك يا ولدي، انه لطيف خبير وهو اعلم بالمتقين. طبعا اذنكم، انا ورايا مهمه. اتفضل يا حضره الضابط. بالتوفيق. جينا احنا كمان يا ست فرحه عشان تستريحي، كفايه جو لحد كده. لحظه يا رفيع بيه من فضلك، احنا اساسا كنا جايين لك انا والوالد امبارح. ايوه انا عارف عارف. طيب ممكن اسمع الرد دلوقتي اذا امكن؟ مش وقت ولا مكان والكلام ده يا ولدي. لا يا عم الشيخ، الرد عندي انا. ست فرحة، من فضلك يا رفيع بيه وبعد إذنك، أنا صاحبة الشقة. المرة دي بس. دكتور فيصل أظن محدش يخطب واحدة من خطيبها. خطبها؟ Thank you.
عايزه يعيش بلاش. فرحة بنتي حبيبتي، وحشتيني يا بنتي. قولي لي يا بنتي، انت كويسة؟ طيب خلاص، مش هتقعدي هنا دقيقة واحدة بعد النهاردة يا بابا. أنا لا، المرة دي أنا اللي هتكلم يا فرحة. فرحة، أول مرة تناديني باسم. بس كنت بقوله بيني وبين نفسي طول الوقت، لكن أنا عمري ما سمعتها منك ولا حتى مرة واحدة. أنا عمري ما قلتها بلساني، لكن قلتها بقلبي يا فرحة. الله، عمري ما كنت متصورة أن اسمي حلو بالشكل ده إلا بعد ما قلته يا رفيع. الله، أنا عمري ما كنت أعرف أن اسمي حلو بالشكل ده إلا بعد ما قلتيه. تعرفي أكتر حاجة شدتني فيك هي إيه؟ إيه؟ خجلك وابتسامتك دي. وانت عارف أكتر حاجة شدتني ليك إيه؟ إيه؟ إحساسك باللي حواليك وحنانك اللي بتحاول تداريه ورا الأوامر والشخط والنطر. بس أنا كنت عارفة أن كل ده من ورا قلبك، لأن قلبك ما يعرفش غير الحب والحنان. ما عمري ما حسيت بالسعادة لدلوقتي يا فرحة. يجعل أيامك كلها سعادة يا رفيع. يجعل أيامنا كلها فرحة يا فرحة. عهدين يا فرحة إننا نخلي الحب يملى حياتنا ونعلمه لأولادنا. روح يا بت، روح للحريم اللي تحت دول، قولي لهم انا ما عايش صراخ ولا عديت في البلة، واللي ما تسمعش الكلام هنزل ارميها برا مهما تكون. حاضر، استني يا موسى. الحجة ونيسة ونجات وفرحة جو؟ لا يا بنت، قلت لك انزل للحريم، قولي لهم اللي قلتهولك. ايه يا انفيسة، سكوتك ده زعل على جدك ولا بتفكري في اللي قالهولك؟ اطمن يا ابوي، دول حتى ما جوش العزا. ولا يهمك، ارميه عكوم الكبير وقوم انزل للحريم اللي تحت. قومي. خلاص يا حاج، من غير تفاصيل أكتر أنا تقريبا فهمت الموضوع. اطمن يا حاج، المسألة كده واضحة ومش خطيرة، بس المهم إن احنا نطمنها هي نفسيا. إزاي يا دكتور؟ إن احنا نخليها تحس إن مفيش أي ضغط عليها، وإن المسألة عادية أو على الأقل مش ساقطة هي مسؤولة عنها، وإنها ممكن تستمر هنا في السرايا من غير ما تكون محل مؤاخذة من نفسها أو منك أنت بالذات. بس أنا ما ضغطتش عليها بحاجة يا دكتور. مش ضروري يكون مباشر وصريح يا حاج، ممكن الضغط ده يكون منها هي نفسها على نفسها. وأخشى كمان إن أقولك إن وجودك هنا عامل مؤثر يا حاج. إزاي يا دكتور؟ أرجوك ما تاخدش المسألة بحساسية. وجودك هنا في نظرها ومن غير ما تشعر معناها استمرار الضغط المعنوي عليها، وإن اختيارها الحر ده مهدد. إنما لما تسافر وتسيبها هتحس هي إن الضغط ده ارتفع عنها، وده هيعجل بزوال الحالة. بس إزاي أسيبها يا دكتور وهي في الحالة دي؟ أنا قلتلك إن هي مش بتعاني من أي مرض عضوي يا حاج. هو أنت ما بتبقاش مطمئن وهي موجودة هنا لوحدها؟ حاشا لله يا دكتور، مش هي دي النظرية. خلاص، يبقى مفيش مشكلة. لما تقوم وتقف على رجليها يبقى تعالج الموضوع بحكمة وبطريقة تانية. حاضر يا دكتور، أنا تحت أمرك. الله جزاك كل خير واهبي السوالمي، كان بر بابوه وكرمه حي وميت.
لكن ارجع واقول كلها مظاهر لا تغني من الله شيئا. مالك يا ولدي؟ سلامتك يا ابا. وانا مش عارف ولدي ولا ايه، بقالك كام يوم متغير وزي ما تكون في حاجة شغلك وشايل همها، صح ولا لا؟ فعلا يابا، وانا مش هقدر اخبي عليك اكتر من كده. قول يا ولدي. ما تقلقش، خير ان شاء الله. قول انا سامعك. حضرتك بقالك مدة بتقترح وتلح علي ان اتجوز. نويت؟ ايه رأيك يابا؟ ده يبقى يوم المنعة يا ولدي، وانا بديك الساعة لما اوعل عيالك حواليا استقبلهم واتجلعهم. يبقى خلاص، انا استخرت ربنا وقررت. ونعم بالله. في واحدة معينة؟ طبعا يابا. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك. ومالك بتقولها كده؟ بقولها كيف يعني؟ يعني مش هي الفرحة اللي انا توجعها؟ وعلى ذكر فرحة، مش هي فرحة برضك؟ عرفت ازاي يا حاج؟ قلب المؤمن دليل يا ولدي. انا لاحظت انك مشغول بيها من اول ما حكيت لي عنيها. طيب يا حاج ايه رأيك؟ اخاف اقولهولك يا ولدي. تخاف؟ من ايه يا حاج؟ انك تعز علي يا ولدي، وما استحملش اشوف في عينيك خيبة الامل ولا اشوفك مقهور يا ولدي. ليه؟ ليه بتقول كده يا حاج؟ دي فرحة. دي مش فرحة يا ولدي. أمال مين؟ اللي أنت عاوزه ده صعب يا ولدي، مش بالسهل واصل. صعب؟ صعب ليه يا حاج؟ لأنها كانت مرض فارس العزازي الله يرحمه. أدي قلتها، كانت والله يرحمه. أيوة، لكن هي دلوقتي عنديهم وفي صليتهم. يعني هي يا حاج مش هتتجوز؟ علم ذلك عند ربي. الله، يعني ايه؟ يا ولدي العزايزة مخهم وتفكيرهم غير كل الناس. ومال العزايزة ومال موضوع زي ده؟ واه، انا قصدي ان المهم هو رفيع بيه. رفيع بيه عزايزي برضك. يا ولدي انت عاوز تاخد رأيه، اصرف نظر. الباب اللي اجي منه الريح سد واستريح. الدنيا مليانة بنتة وما دخلتش دنيا كمان. دور دور وحتلاقي، وبلاش تحط يدك في عش الدبابير. برضو مصمم تسافر وتسيبني وانا كده يا بابا؟ وانت كده يا بنتي، ما انت زينة اهو وزي الوردة المفتحة. اي ستنا قالت لك ايه؟ وبعدين انا كنت اقدر اسافر الا بعد ما اطمن عليكي من الدكتور. على كل حال انا مش هغيب عليكي، انا حسافر ارتب اموري وبعدين يبقى في كلام. يجيلك يا تجيلي. ولو انك منورنا يا عم غزال، لكن كان من الاول يا راجل يا طيب. نعمل ايه بقى يا ستنا؟ قدر الله وما شاء فعل. ونعم بالله. ويمكن كمان عشان فرحه غنوتها تزيد عندينا. على قولك يا نجال. عايزه حاجه قبل ما اسافر يا فرحه؟ سلامتك يا بابا. يعني لسه زعلانة؟ زعلانة؟ زعلانة ايه؟ سافر انت مع السلامة وهي في عينينا التنين. تسلمي وتعيش يا ستنا. صباح الخير، اقدر اخش؟ اتفضل يا رفيع بيه يا ولدي. عاملة ايه دلوقتي؟ الحمد لله كويس. ايه ومالك بتقوليها كده؟ عايز ازعلكي؟ الله يحزك يا رفيع بيه يا ولدي. وانت يا عم غزال نويت خلاص؟ لو اذنت لي سعادتك. والله يا عم غزال انت خابر، لو قعدت تمشي لك على راسنا شيل. الله يبارك فيك يا سعاده البيه. وانت يا نجاة تاخدي ست فرحه تتمشي بيها في الجنينه رايح جاي، الدكتور قالك ده. يلا امال. طب انا ومرت عمي هنروح نعزو ساعه زمن ونرجع، وبعدها هاخد فرحة ونتمشوا في الجنينة طول النهار، وكل يوم على كده لما هخليها ترمى حرمها. براحتكم عاد. المهم يعني تقومي وبلاها الرقدة دي. أنا رأيي تستنيهم في الجنينة لحد ما يأجوا. خلاص
بدور خليكي معاه. حاضر يا ست الحاج. اتفضل يا ست هانم. يلا عاد قومي. يلا يلا حبيبتي غيري هدومك عشان تتمشي. يلا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر الله أكبر. على مهلك. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يلا يا حج عشان ما تأخرش على المستشفى. مستعجل المستشفى برضو اللي انت خايف تتأخر عنها يا فيصل؟ ناوم صمم برضك يا ولدي، راجع نفسك يا فيصل. يا حج انا فكرت كتير ولقيت قلبي مليها فعلا. انا مش عارف حضرتك متخوف من ايه. هو احنا رايحين طالبين حاجه وحشه لا سمح الله؟ ده احنا طالبين جواز على سنه الله ورسوله، وانا مش شايف مانع يمنع ده. هي شابه وارمله ومش معقول هتقضي بقيت عمرها كده، لازم هتتجوز، فليه ما يكونش انا؟ يا ريت يفهموا كده يا ولدي. يا حاج اذا كان الموضوع ده فيه احراج ليك خليك انت وانا اروح اتفاهم مع رفيع بيه مني ليه. لا ما سيبكش بموضوع زي ده وخصوصي مع رفيع بيه. اطمن اطمن يا حاج، انا عارف ان رفيع بيه راجل عاجل وبيوزن الامور بحكمه، ما افتكرش انه هيمانع. من على الله يا ولدي. والبركه فيك برضه يا حاج. البركه في ربنا، بس لو رفض لاي سبب خلاص نصرف نظر. هيرفض ليه؟ يكونش عايز يتجوزها مثلا؟ انا بقول يعني لو رفض لاي سبب نقفل الباب ده واصل وننسوا الموضوع. لا 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 يا ولدي، هروح لابوها، هي مش ليها اب ولا ايه؟ لا اوعى تعمل كده. اوعى اوعى ليه؟ ده انا كنت عايز اروح له هو في الاول مباشره. الحمد لله انك ما عملتهاش. يا سلام، هو رفيع بيه يبقى لها ايه؟ يبقى لها كل حاجه يا ولدي. يعني ايه؟ افرض مثلا ان رفيع بيه وافق وابوها رفض مثلا، يعني الجوازه دي تتم يا حاج؟ الله يرضى عنيك يا ولدي. لله الامر من قبل ومن بعد. ما تاخذناش يا بنتي، ربنا عالم بينا في اليومين اللي فاتوا دول واللي اخرنا عنيك. ما هي خابره يا مرات عمي، واحنا يعني هيأخرنا عليها الا الشديد القوي. وايه هو الشديد القوي ده يا نجاة؟ فرحه يا بنتي، فرحة ابوها جي وراسه ألف سيف لا ياخدها معاه هي واسم الله عليه حمدي، ويا دوبك لسه خارجة معاه وقعت وغمرت، ولما فاقت ما قدرتش توقف على رجليها وتشندلنا شندة لما يعلم بيها الله ربنا، ودكاترة خارجة ودكاترة داخلة. وهي لسه بردك ما قدراش توقف على رجليها؟ لا بقت كويسة الحمد لله. يا كانت فين؟ وابوها؟ ابوها روح. روح وهملها يا بنتي، ابوها عنده شغله واخوها عنده مدرسته. وده بيجي اللي خلاكم ما تجوش؟ وهو في حاجه اكتر من كده؟ هو انا مش مرات ولدك برضك؟ ايوه يا بنتي. وما قلقتيش عليا ليه زي ما قلقتي عليها؟ اقلق عليكي؟ اقلق عليكي ليه؟ ما انت حلوه اهو الحمد لله وزي الفل. طب بلاش تطمني عليا انا، اجل لو تطمني على اللي في بطني. بطنك؟ هو انت اسم الله؟ هو رفيع بيه ما قالكيش كمان؟ هدوم يا رفيع بيه. بالهنا. انما يعني يا مولانا بقالنا مده ما شفناكش، ايه زعلان منينا ولا ايه؟ حاشا الله يا ولدي. طب الحمد لله، إنما الدكتور فيصل مش قادر لله قايم بالواجب وزيادة، ده حتى افتكر بنفسه تطعيمات حمدي وده اخوي وجه الدهاله بنفسه. هو يعتبر ولادكم برضو وتربى برحابكم، ومعزة المرحوم فارس عندنا ما تتقدرش، وجنابك خابر 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 يا شيخ زهران. خير خير إن شاء الله. وجنابك عارف قيمتك عندي قد ايه؟ من غير مقدمات يا مولانا، بناتنا ما فيش الحاجات دي. الحمد لله. هو الدكتور فيصل قصدني اكلم سعادتك في موضوعك ده، هو استخار ربه في موضوع وعاوزه يتم ان شاء الله، وتمام ومش هيتم الا بموافقه سعادتك ومباركتك ليه. انا
أنا تحت الأمر إذا كان في مقدور يعني. هو عاوز يكمل نص دينه وطلب مني أكلم سعادتك بصفتك صاحب الأمر. إذا كان عند سعادتك اعتراض يبقى خلاص إحنا ما حدناش مع سعادتك إلا السم والطاعة. يعني أنتوا جايين تخطبوا؟ إذا أذنت سعادتك. ومين هي اللي عليها العين والنية يا دكتور؟ فرحة هانم. وسعادتك عارف غلاوة المرحوم فارس عند ولد فيصل وولد ما ليك الصالح بولده يا شيخ زهران. احنا في مرته دلوقتي اللي كانت مرت رفيع بيه. صح يا دكتور صح، عندك العيب. الزواج فريضة محكمة عند القادر وسنة مؤكدة. المسألة مولانا ما محتاجاش وعظ، انتوا قلتوا لي وخلاص. والأمر يا رفيع بيه؟ الأمر لله وحده ونعم بالله. يعني سعادتك قلت ايه؟ انت مستعجل يا دكتور؟ يعني خير البر عاجل. ايوه بس في صاحبه الشأن وابوها وامي وباقي العزايزه، ولا يعني الحكايه جعجعون؟ لا 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 طبعا يا رفيع بيه، بس راي سعادتك هو المهم. لا انا رايي هقوله في الاخر. يعني امتى ان شاء الله؟ مش بقول لك يا دكتور مستعجل. على كل إن هو الرد يمكن يتاخر شويه لانها بعافيه، ويمكن يكون الوقت مش مناسب. بعافيه ليه؟ سلامتها. عاد شرفته. كلام يا ولدي، وعيت لحديث رفيع بيه كان معانا كيف؟ هو برضه ما قالش حاجة. كيف يا ولدي؟ وكل حديده تور يا وغمز، ولا أنت عاوز سلة اللي بتتمناها؟ بس أنت ما توعاش لحديث رفيع بيه معايا كان كيف؟ حديثه معايا كله مودة وتوجيع، لكن النهارده حاجة تانية. ايه قاعدة تعمل ايه عندك؟ المولد مش اتفض خلاص ولا هنفضل حزانة العمر كله؟ انا هحزن عليه العمر كله. وماله طيب؟ بس احزن هناك في السرايا في سرايتك، ولا عايزة تسيبيها مرماح لبنت الميكانيكي ترمح فيه وتدبر وتخطط؟ ما انا يعني كنت قاعده هناك عامله ايه؟ ما قعدتي زي قلتها. ايوه بس البعيد عن العين بعيد عن القلب برضك. وانا يعني كنت بعيد عن العين. اوه انت هترد عليا كلمه بكلمه ولا ايه؟ قلت يلا يعني يلا. طب يا ابوي الناس تقول ايه؟ هقعد هنا لحد الاربعين وبعدين ابقى اروح. اوه 40 عفريت يركبوكي ليه همال؟ يا ابويا ما طايقاش اروح هناك، وكمان خايفه من كذبتي. احنا هنعدوه تاني. ما يمكن يا ابوي غبتي تزيد شوقه ليا. تزيد شوقه؟ يمكن ما هيصدق. معلش في الكلمه يعني، انت اللي بتقولي انه خلاص يا ابوي. بس انا ساعتها هبقى عرفت ورسيت على بر،
عشان ما ندمش على اي حاجه في يوم من الايام. اسمعيني يا فيسا يا بنت، احنا خلاص العتبة الخطرة خطناها خلاص. مش انت قلتي له وقلت الونيسة؟ هي دي بقى العتبة الخطرة اللي في الموضوع. بعدها كل حاجة تمشي توماتيكي كيف ما نراسم. يعني روحي روحي وانت راسك مرفوعة وفي مركز جوه. انت دلوقت ام الواد وود الكبير فيهم. يعني الكسرة اللي كنت حاسة بيها دي مش هيبقى لها اي اثر. انت فاهمة؟ فاهمة. اكون كذاب لو قلت لك ما يهمنيش رضاه ولا عزايزة. لما لو رشت لحد كده يبقى بناقص، وكمان يبقى فضله من الله ونعمه. انا خاف عليك انت اكتر. يعني ايه يابا؟ هيقتلوني مثلا؟ اعوذ بالله، بعد الشر عليك يا ولدي. ما توصلش لحد كده، مما عدوتهم ليك مش في صالحك. ليه يعني؟ طب انا كمان ولا يهمني. يا ولدي انت ربطت مستقبلك كله بالبلد هنا، والبلد يعني هم، ومش البلد بس، والبلاد اللي حوالينا كمان. انما انا خلاص، يلا حسن الختام. بعد الشر عليك يابا. ربنا يسلم. ايوه يابا، لكن يا ولدي ما تلومش روحك لاني ما حصلش حاجه لحد دلوقتي. ومن ناحيه ثانيه اهو مشوار بديناه وما نقدرش نرجعه فيه تاني. طب والله انا بستعجب، بقى كل ده عشان انا طلبت ايد واحده؟ ما هياش اي واحده. وانا قلت لك قبل سابق، بس بعدك عننا خلاك تنسى. يا ولدي احنا بنسبك الحوادث ليه؟ ربك خلاه في الظنون، وتكون فرحه دي من نصيبك، انه فعال لما يريد. كده برضو يا رفيع تخبي عليا ان مرتك حبله؟ ده انا بقيت في نص هدومي وكنت عامله زي الاطرش في الزفه. هذا شر عليك يا امه. مهما كان يا ولد تخبي عليا فرحه العمر. انا ما خبيتش عليك يا امه كل الحكايه، اني نسيت. نسيت؟ يا دي حاجه تتنسي. هي دي اللي تتنسي. بتقول ايه يا رفيع؟ بقول يعني انت ما كنتيش واعيه للي كنا فيه وليه ينسي الواحد نفسه؟ ايوه يا ولدي، لكن مهما كان. خلاص يا امه اللي حصل عاد. يعني ما فرحانش لعوضك؟ لا فرحان يا امه فرحان. ما بينش. انت هتعملي زي نفيسه وعيبان كيف يعني؟ برضو يا ولدي الفرحه بتبان. سيبك مني يا امه واسمعيني. خير؟ النهارده جاني الشيخ زهران هو وولده. نفيسة الحمد لله على سلامتك وبقية في حياتك. حياتك الباقية. أنا والله لو كنت أقدر كنت جيت، بس أديكي شايفة. سلامتك، قلبك فيه الخير. يلا يا بنت يا موزة بلاش لكاعة. ما تاخديش في بالك، هيا كتير. انزلي انت تحت يا موزة وأنا هنعسلي ساعة. طب يعني تكوني عاوزة حاجة؟ ما عاوزاش حاجة من حد. دكتور فيصل، أنا كنت حاسة. لما الحكاية دي غير حكاية صبري، دي حكاية جد ما يتسكتش عليها. ما يتسكتش عليها كيف؟ يعني إن الدكتور فيصل دخل صريتنا هنا، شاف حريمنا ونجى. بقى الحكاية كده. أمال إيه؟ مش هو ده اللي حصل؟ سيبتني وقف
هنيجي بتعمل ايه يا بنت؟ ده انت نهارك اخبر وقفه بتصنطي عليهم يا بنت. بس خلاص طيب، ده لو حد وعيلك هيبقى اخر يوم في عمرك. خلاص خلاص نزلها قدامي. انت لسه بتقول ان الحكايه جد مش زي حكايه صبري، وعشان كده لازم نتكلم بالمفتوح. مفتوح ايه ومقفول ايه؟ بس يا بس ما تتعصبش كده، انت اتهمتني ان انا بتكلم معاك بالمداري. قولي انا سامعك. سبق وقلت لك ان فرحه ما هتعيش معانا العمر كله، دي صغيره وزينه وتعتبر ما دخلتش دنيا. ها وبعدين؟ وبعدين بحق ربنا قعدتها عذبك دي ما حدش بلعها، لا هي ولا ابوها، وانت بنفسك واعي كل شيء، والدكتور فيصل ما حيكونش اول ولا اخر واحد يطلب. خلاص يما خلاص، انا قلت لك تحمل لنا ولدنا وهي حره. وانت هتقدر؟ انا احنا اتفقنا نتكلم بالمفتوح، ده انت كنت وهي ماشيه مع ابوها يديك هتوصل السما. سما ايه وارض ايه يما؟ كلام ايه اللي بتقوليه ده؟ بلاش انت، هي دي رجليها ما قدرتش تشيلها. اما بلا اما بلا ابويا. بزياداك يا رفيع، انا قلت لك يا ولدي فرحه خساره والف خساره، عايزني اقول لك ايه اكتر من كده؟ جوزها يا ولدي. جوزها، له حرام ولا هو عيب؟ والراجل المقتدر يقدر يتجوز بدل الواحدة أربعة. بس مش أنا يما، مش أنا. إيش عجب مش أنت؟ يما أنا ما أحبش للغدر ولا الظلم. والظلم هيكون لمين؟ ليك وليها، هيكون لمين يعني؟ كيف يما كيف؟ وأنا قلت لك طلق نفيسة ولا ظلمها؟ اعدل بناتهم يا ابني، اعدل بناتهم وتجوز اللي قلبك بيحبها، ورب ابن اخوك في حضنك وحضن امه. ايوه يما بس يعني ما بسش يا ولدي، اسمع كلامي يا ولدي وهني نفسك، واللي بقوله لك ده هو كلام العقل وما عنديش كلام غيره. واه ابوه مات ميتة ده؟ ليه كم يوم دلوقتي بس، الخبر لسه جايني من ساعة كده. طب ما تقولوش حاجة، احنا ما صدقنا نشد حيله وقف على رجله. طب ليه؟ عشان يوفي بوعده، هو قال لي انه حيتصرف ويجيب اللي عوضنا بس لما يوقف على رجليه، فما عاوزينش عطلة. من مين؟ من اخوه؟ من اخوه، من ابوه، من صالح عاد. هو قال لي انه راسي على عتمة حجيله وخلاص، هياخد منيها اللي يلزمه ويسافر هو اللي معاه، ويهم لينا الباقي، ودول ولاد حرام وسكاكهم كتير. ايه بتقولوا ايه؟ يا ولا حاجه، فرحانين بيك. انت مش خلاص للوكيتي تقدر ترمي على رجلك رمح؟ الحمد لله. طب والنية ميتة على كده؟ نية؟ نية ايه؟ واه وعدك ليا ايه نسيته؟ انساه ده كلام. طب ميتة على كده؟ قريب، قريب قوي. انت ما بتتحدثيش معايا ليه؟ محارباني ولا ايه؟ واللي انت عملتيه ده هين. واه طب وانت مالك؟ وانا مالي؟ طب بلاش اقولك انك بنت خالتي وخايفه عليكي، لان لو حد كان وعيلك كان يلا السلامه، ولا لقيت اللي يغيتك ولا اللي يرحمك. انما اقولك بس ان الست ونيسه ما تستاهلش واصل في حد يغدر بيها ولا يخونها. وانا كنت غدرت بيها ولا خنتها في ايه؟ هي مش كانت فودتها وقفلها عليها وبتتحدد مع ولدها؟ يعني في سر بناتهم ما عاوزاش حد يسمع، وبتقوله هي مأمنة وما واخداش اخوانا فيه. ولا سر ولا حاج. يعني سمعتيه؟ انا لحقت، انا كل اللي سمعته. ما عاوزاش اعرف. انت حرة ونصيحتي ما تقولهوش لحد. حد زي مين؟ انت خابرة. حتى لو كان يخصها؟ حتى لو كان يخصها. يا بنت انت مستبية ولا شطانك مسلطك على نفسك؟ انا وعيتك من اول يوم جيتي فيه هنا. يا اختي وعي نفسك انت الاول. بتقولي ايه يا بت؟ والله العظيم زي ما بقول لك كده يا ست نفيسه، سمعاهم بوداني دول. الدكتور فيصل؟ ايوه. طب ورفيع؟ رفيع قال ايه؟ انا ما لحقتش اسمع حاجه، البت بدور طلعت لي من تحت الارض، كانت هتفضحني. شفتي عادي يا ست نفيسه؟ ربنا هيريحنا من وشها، المركب اللي تودي.
ايه اللي انت بتقوليه ده؟ وانا مالي ومالها؟ اها يا ست نفيسة، حد داري علي؟ انا ملاحظة كل حاجة وعارفة ان قعدتها هني ما مريحكيش، بس خلاص عاد وحيبقى لي الحلاوة. مش لما رفيع بي يوافق؟ واه، هو يعني ما يوافقش ليه؟ هيخللوها جنبيهم كده؟ انا خبرة عاد. لا، اللي في بالنا حيحصل، وبقي شوفي ساعتها بالهم حيرتاح من جهة ولدهم، ويبقى ما ناقص غير ان ربنا يعوض عليكي بالخلفة. تعرف يا ست نفيسة، انت اول ما ربنا يرزقك بالخلفة وفرحة دي تكون راحت مطرح ما راحت، ما حيبقاش على الحجر غيرك، وقشيتك حتبقى معدن، حتى الواد اللي حتجيبيه ان شاء الله حيبقى دي هو فرحتهم الكبيرة، مش واد فرحة بالك انت. ليه بس؟ بس بس ليه؟ طيب انا ما عاوزاش احلم اكتر من كده. بتحلمي ليه؟ انت بس انظري نذر وربك حيحقق لك المراد في الخلفة. وان قلتلك انه حقك. واه، انتي وساكتة ما تقولي ليش؟ اديني قلتلك. بس واه ليه؟ مش نكيده العادي؟ قلتلك بس. انا كان نفسي اجيلك واخد عزا الحريم مع نفيسة. اتجيلي في الفرح ان شاء الله. ايه لسه البشاير ما هلت شي؟ بشاير ايه؟ الواد ما تحرك شي، ما رفص شي. وهو لحق؟ لا ولدنا زي اي ود ياك، قصدي ود رفيع بيه. انت لسه برضو مصمم وعاوز تعملها يا وهبي بيه؟ ايه اللي بتقول امك ده يا رئيسة؟ وكل لعب عيال ولا ايه؟ ولي انت؟ لا ده لعب بالنار. وانت مالك؟ انت اللي هتلعبي ولا انا؟ بنتي اللي هتلعب وياك، والنار دي هتحرقنا كلنا. تتحرقي في نار جهنم يا بعيدة، مالك انت ومالنا؟ ما كل واحد متعلق من عرقوبه. الله، بنتي مش بنتي دي ولا ايه؟ وهي مش مرتي واخاف عليها اكتر منيك. هي انا لو مش مالي ايدي من اللي بعمله اورطها اورط نفسي فيه ليه؟ ده رسمي، ده هو اللي هيخلي طاقة القدر تتفتح له من غير ما مخلوق يكشفه. وانت ذات نفسك كان هينوبك من الحب الجانب، بس كانك فقرية مش وش نعمة. والحديد ده قلناه ورضينا بيه وقرينا فيه فتحة، وبنتك اياها قدامك اسأليها حصل؟ حصل. يبقى لزومه ايه كتر الحديد؟ عاد ده حتى الرط فيه غير انه ينحسه مش في المصلحة. ولو اتنطورت كلمة كده ولا كده منيه هي اللي هتجيب النار اللي بتقولي عليها دي. سمعت الحديث ولا نقوله عاشر؟ لا سمعته يا وهبي بيه، بس انت ممكن تسمعني اخر مرة. اللهم طولك يا روح. قولي يا وهبي بيه، انت ربنا كرمك من واسع، فعشان ايه؟ عشان المصلحة للكل. ده حساب قديم وعهد قطعته على نفسي والبادي فيه اظلم. يا وهبي بيه، انا ست قديمة في البلد واعرف كل واحد فيها زين، والعزايزة دول ناس جبابرة قرصتهم والقبر، وانت وابوك الله يرحمه عارفينهم من زمان، من ايام ما كنتوا بتخدموهم. اغرسي. هتضربني واقطع خبرك كمان لو قلتيها تاني. رئيسة، اذا كنت عاوز نفضوا اتفاقنا نفضوه، بس لا في جواز رسمي ولا اللي في بطنك ده ولدي، واذا حسكم عيني بيه انتم خبرين. ها قلتوا ايه؟ لا يا سي وهبي، مالكش صالح بحديت امي. Thank you.
الا قولي لي يا مدام فرحه. حاجة شغلك؟ انت مش كنت نعسانة؟ انعسي انعسي. انعس كيف قبل ما اطمن عليك؟ تطمني؟ تطمني علي من ايه؟ من اللي شاغل بالك. لا تطمني، مفيش حاجة. رفيع بيه، لو اتكلمت معاك بصراحة تسمعني؟ اه طبعا، بس المهم ما تكونش حاجة من أوهامك وتهيؤاتك. أنا ما نقص لا أوهام ولا تهيؤات يا رفيع بيه، ويا ريتها تكون كده. طيب انعس انعس أحسن. عشان خاطري يا رفيع بيه، أنا مرتك، ومش عيب زي ما قلت لك ان الواحده تقول لجوزها انه دنيتها. انا لو لقيت موده هعيش تحت رجليك بخطري ورضاي، وما خليكش تحتاج لحد ولا لحاجه، وحكون كاني جاريتك. ايه ايه جرى ايه لده كله؟ وافق وافق يا رفيع بي عشان خاطري. اوافق اوافق على ايه؟ على جواز فرحه. انا عارفه ان الدكتور فيصل ابو زهران اتكلم عليها. مش عرفك؟ عرفت منين؟ مش مهم عرفت منين، لكن هي طول ما هي قاعده معانا هنا في السرايا. مالك؟ عرفت منين؟ احنا في عرفت منين ولا في الحكايه نفسها؟ لا، احنا في عرفت منين قبل اي حاجه تاني. عرفت وخلاص. مفيش حاجه اسمها عرفت وخلاص. الموضوع ده لسه كلام فيه مبتدي، ومحدش يعرفه غيري انا وام الحاجه، ومحدش قال لك. يبقى عرفت منين؟ ايه اتطمنت علينا؟ انا والله العظيم انا. امال مين؟ هو انا ايش عرفني؟ انا عرفت، تبقى البنت اللي انت جايباها معاكي موسى، هي مالهاش صالح. كده؟ طيب انا اعرف. انا جديد اتاخرت يا فرحه، لازم انا اروح. هو انت هتسافري؟ ده بيتكم لازق في السرايا. ما انا كمان لازم انا احضر العشاء لابوي ولجوزي صبري. زمانهم لسه ما وصلوش، استني لغايه ما حمدي يمسي على ماما الحاجه وناخده ونمشي. دي تلقيها نامت دلوقتي. استحاله، لا يمكن تنام قبل ما تشوفه، دي طقوس اجباريه يا بنتي. انت يا بنت يا موسى، انت يا بنت. في ايه؟ ما خبراش يا فندم. نعم ساعه البيت. خد يا بنت هنا. في ايه يا رفيق؟ استنى انت يما، تعالي يا بنت هنا. حب على ايدك ساعه البيت، انا ما عملتش حاجه. اضربناني. لا هي ما عملتش حاجة. يا رفيع على الواد هيتخلع. قلت لك استنى انت ياما. هي عملت ايه؟ هي عارفة هي عملت ايه، وهتجري عليها دلوقتي. عملت ايه يا بنت؟ حب على يدك يا حد في عرضك. قومي على حالك وقولي لهم عملت ايه. رفيع الواد هيتخلع. عملت ايه يا بنت؟ سرقت ايه؟ والله العظيم ما سرقت حاجة. نفيسة عملت ايه؟ ما ترد عليا، ما حدش عايز ينسيني على بر ليه؟ قولي لها. طب قولي لها انت. ايه ما عاوزينش تنطقوا؟ طب انا هخليكي تنطقي. ضمراني انت ضمراني. لا لا يا سعد البيه، انا في ارضك. ضمراني لا. افندم يا سعد البيه، خد البنت دي. لا ما ياخدهاش، وان خدها ياخدني معاها. اطلعي فوق يا نفيسة. لا ما طلعاش. انا ما حدش يقول لي لا. رفيع هتضربني؟ اضربني، موتني. بزيادك يا رفيع، بزيادك يا نفيسة. واسمعي كلام جوزك واطلع على فوق. انا ما طلعاش، انا رايحه لابوي وهاخد موزه معاي. ضمراني خد البنت دي. حاضر تعالينا يا بنت. لا لا، احب على يدكم يا ناس، احب على يدكم. خديني يا ست نفيسه. ايه انتوا فاكرين نفسكم ايه؟ ملكتم ارواح الناس. هياخدها فين؟ ايه اللي بيحصل ده؟ مالكيش صالح انت. انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل، احنا فين هنا؟ ما قالك لك مالكيش صالح، انت سبب في كل البلاوي دي. أنا نفيسة اطلعي فوق. أنا ما طلعاش، أنا رايحة لأبوي. أوه
امال يا نفيسة عشان اعرف افكر. هذا كيف يا ابوي؟ ده يمكن يموتوها. لا ما هيموتوهاش ولا حاجة. امال هيعملوا فيها ايه؟ انا خبر، ما هي كمان بنت حمارة، حد يعمل كده؟ يعني ده جزاتها اللي قلبها علي. وانت احمر منيها، انت اللي قلت لها تعمل كده. والله ما قلت لها. طب بتقولي له هو ليه؟ عمر كنت اعمل ايه؟ تجرجريه في الحديث لحد ما يقول لك بلسانه نهايته. اطلع انت فوق دلوقتي، الصبح ليه حديث معه. الصبح؟ كيف ده يا بوي؟ ده يمكن ما يطلعش عليها صبح. جايزان اروح سراي السلطان بيه دلوقتي؟ لازم يا بوي، احب على يدك. غشيم انا زيك وياك، انت عاوز غفير من عنديهم ما يسواش مليم يشيعني بعيار ويقولوا كان بيتهجم علينا ولا كنا بنفتكروه حرامي واروح انا فطيس. دول العزايز يا نفيسة، انا خبرهم وعارفهم كويس قوي. طب امال؟ بس انا صحيلهم، وان كانوا هم العزايزة فانا واقع بالسوالمي. انا خلاص بكره رفيع دي، بكره. توك اللي قلتيها نفيسة. كيف يعني؟ الكلمة دي كنت مستنى اسمعها منك، وهي اللي كانت موقفاني. هتعمل فيا ايه دبران؟ ابتدي يا بنت. هتعمل فيا ايه؟ هتموتني، هتموتني دبران. يعني هعمل فيك ايه؟ هوديك السيمة؟ لا لا لا، لا احب على رجليك، احب على رجليك. لا ما تفوتنيش، ما تفوتنيش. انا عايز اعرف انا السبب في ايه. انت برضو هتاخدي على كلام نفيسة؟ هي كانت تقصد حاجه. كانت تقصد ايه بقى يا ماما الحاجه؟ مفيش حاجه يا بنتي، يعني هيكون في ايه يا ماما الحاجه؟ حضرتك ما ترضيش ابقى في موقف زي ده ومش عارفه اي حاجه عنه. موقف؟ موقف ايه؟ احنا هنرجع للكلام الماسخ ده يا بنتي؟ احنا ما صدقنا. بس هي مش مستريحه لقعدتي هنا. تستريح ولا ما تستريحش، هي ليها اكتر مليكي. انا قلت لك 1000 مره انت بس اللي بتنسي. قلت لك انت قاعده في ورثك اللي ورثاه ورث ولدك. طب في حاجه جدت النهارده؟ مفيش يا بنتي، لما هعرف هقول لك. ما خلاص عاد يا فرحه. طب البنت اللي خدها دمران يوديها فين؟ هيوديها فين يعني؟ هي مرزوعه. طب ليه كده يا ماما الحاج؟ ليه كده ايه؟ ليه القسوه دي؟ هو حد عارف عملت ايه بس يا فرحه؟ هتعمل ايه يعني؟ هيكون ايه؟ بكره نعرف. بكره انا مش هسامحك ابدا يا بوي. ليه يا فيسا؟ عشان انت اللي حطيتني في اللي انا فيه ده دلوقتي. انا ترجيتك وقلت لك من الاول انا ما عاوزاش الجوازه دي، وانت اللي صممت لحد ما جربت من رفيع. وقد ما حبيته في الاول قد ما كرهته لما هني، حسيت انه بص لغيري. ودلوقتي انا ما عارفاش كنت بحبه ولا بكره، ما عارفاش اذا كنت ضيعته ولا باجي عليه، ما عارفاش اذا كنت غشاشه ولا ليا عسري. كل ده انت سبب فيه يا ابوي. ليكي حق تقولي كل ده لانك ما عرفاش ولا دكتيش، ما عرفاش الناس دول ايه ولا دكتيش اللي عملوه فينا. مش احنا بس، لا كل السوالم اللي خدموهم وعملوا لهم خدهم مداس. لكن انتي طلعتي وتربيتي على العز مش على الفجر والمهانة. طب لما هو كده حطتوني انا ليه في حساباتكم القديمة؟ لانه دين عليك يا بنتي لازم نتوفيه.
انت امك ماتت وانت عيلة عشان ما كانش معانا 50 قرش أجرة الدكتور اللي يداويها. جدك من الخوف ما قدرش يقول لسلطان بيه يدهاله، يمكن لو كان قاله كان جلده زي ما عملها بعدك ده، وضيع كرامته وضيع معاها عمك وصفي. ده تاريخ أسود يا بنتي، محدش قدر يخرج من دايرته غيري، ودلوقتي جه وقت الحساب. اللي بيقول إن الحق والعدل إن مال سلطان بيه يبقى لينا كله. ولما هو سلطان بيه اللي عمل فيكم كده، ذنب ولاده إيه؟ طب ما حد سأل سلطان بيه وقتها أنا ذنبي إيه؟ يا بوي دلوقتي كده نبقوا احنا المجرمين. على قولك نبقوا كلنا مجرمين وكلنا اتجنى علينا، واللي يغلب فينا. مش عارفه نفيسه بتتهمك بيا يا فرحه. طب انا عملت ايه؟ انا باين عليا للدرجه دي؟ لازم طبعا. امال بابا يعني هو كمان عارف ازاي؟ لا لا بابا استندك. طب يمكن باين عليه هو، لان انا نفسي مش متاكده ولا عارفه. الله، يعني بتعترفي اهو يا فرحه، يبقى نفيسه معاها حق. طب اعمل ايه؟ الحل واضح زي ما قال بابا، لازم اسيب هنا، بس مش قبل ما اعرف اللي حصل ايه الليله. ولا امل مما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ايه يابا بتبص لي كده ليه؟ صباح الخير. طيب عشان صباحك يا ولدي، انت ما نعستش لحد دلوقتي؟ كنت بقرا والوقت سرقني. تقرا ايه؟ مجله من الدوريات الطبيه، وبعدين لقيت فاضل حاجه بسيطه على النهار، وعندي عمليه الصبح بدري، خفت انام يمكن تروح عليا نومه، قلت اكمل احسن. درجات يا فيصل. ايه يابا مش مصدقني؟ خش نعس يا ولدي، وما تروحش تعمل عمليه مدام سهران طول الليل كده، وما تخافش انا هصحيك بعد الضحى. سبح الله يا ولدي، الجواز قسم ونصيب، الانسان ملوهش في حيله. هو رفيع ده فاكر نفسه مين؟ هو ايه دخله في موضوع زي ده عشان يتحكم فيه؟ هي مش ليها اب، احنا كان لازم نروح له في الاول مش نروح لرفيع. ده حتى اللي عملناه ده فيه اهانه ليها ولابوها. لا فيصل، اللي عملناه هو الصح، لانه حيجنبنا المتاعب، وما فيهوش اهانه لحد، لانها سوا هي سوا ابوها عارفين كده قبلينا. يا سلام، زي ما بقول لك كده. وبعدين مين ادرانا هي رايها ايه؟ يعني ايه هترفضني مثلا؟ علم ذلك عند ربي يا ولدي. لا انا واثق. خليها على الله يا ولدي، ما لك سياتيك على ضعفك، وما ليس لك لن تناله بقوتك. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير واليك النشور. انت كنت نعسانه عينيها ولا ايه؟ لا ابدا يا رفيع بيه،
أنا كنت قاعدة امبارح بالليل وزهر راحت عليا نوم. أمال حمدي فين أمال؟ حمدي نايم مع ماما الحاجة. طيب خش جوه أحسن، الجو هنا مش كويس عشانك. لا أنا كويسة الحمد لله. طيب الحمد لله. رفيع بيه، أنا عايزة تفسير لحاجات كتير قوي أنا مش فاهماها ولازم أفهمها دلوقتي. ودي قاعدة. قبل أي حاجة وأخطر من أي حاجة، حكاية موزة دي. تهمك يا فيح؟ أنا ما يهمنيش عملت إيه ولا عايزة أعرف. أنا كل عايزة أعرفه دلوقتي أنت وديتها فين وهتعمل إيه. ده يهمك فيها برضك؟ إزاي بقى؟ أنا مش مصدقة وداني، هي فرخة دي بني آدم. أيوة بني آدم بس غلطت. وعشان غلطت تموتوها؟ أنا مش هموتها، أنا هعرفها غلطها. القسوة دي؟ أنت يمكن تشوف إنها قسوة، بس هي دي حياتنا. لو ما عملتش معاها كده ومع اللي زيها، الناس تتجرى علينا وما نقدروش نعيشوا في أمان. وعشان تعيشوا في أمان تستعبدوا الناس كده؟ أنا ما بستعبدهمش، أنا بخوفهم وبس. أنت شايفة السرايا دي والأرض اللي حواليها اللي العين ما تجيبش آخرها، وزرايب البهايم ومزرعة الخيل وغيرها وغيرها وغيرها. أنا ما عملتش كده كل ده يبقى نهيبة للي يستقوى نفسه. أنا من يوم أبويا الله يرحمه ما مات وأنا ما بستخدمش سيف القوة، بشاور بيه بس مستعد أستخدمه لو لزم الأمر. منطق عجيب. لا عجيب ولا حاجة، المال لازم اللي جوه تحميه. طب والقانون والحكومة؟ على رأسنا من فوق. عموما مهما كان رأيك فهو ده منطق حياتنا من قديم الأزل. أيوة يا رفيع بي، بس أنا مش عايز ابني يتربى ويكبر في جو زي ده ويطلع. كملي ويطلع زي مش كده؟ أنا مش قصدي. والله قصدك. اطمن يا ست فرحة، مش كل واحد في سلسلنا مكتوب عليه انه يعمل زي كده يعمل الدنيا وما بهجها. ده مكتوب على واحد منينا بس، اتكتب على ابوي دون عن اخواته، وكتب علي دون عن اخوي الله يرحمه، وانت بذات نفسيكي شفتيه وعرفتيه. فيمكن ما كتبش على حمدي ولدك، ويكتب على ولد لي لسه في علم الغياب. بالإذن. رفيع بيه، أنا أولا متأسفة. لا مفيش حاجة. ثانيا أنا متأكدة أنك من جواك بني آدم طيب، عشان خاطري سامح موزة مهما كانت عملت. بالإذن. بك هي الحكاية جديد. طب والله تستاهل اللي يجرالها البت موزة دي. احنا دلوقتي في موزة ولا في الدكتور فيصل والكلام اللي قاله دي؟ صح، يا عينه يا جبيره يا مرات عمي. طب ليه طيب يا نجاة؟ بيجي ياخد الامان لانه دكتور ويطلع ويخش وهو عينيه على فرحة. انت بتتحدثي زي رفيع ولدي بالضبط. واه الحقوا ليه بس يا مرات عمي، ما هي برضك عيبة قوي. طب بلاش دي، بجي واد الشيخ زهران الهلالي حيربي ولدنا. اهو انت جربت من الحديث. والله انت بتفكري في اللي كنت بفكر فيه برضك يا مرات عمي، بس انا ما قدرتش انطبق. طب يا ريت. بس انت تحددتي مع رفيع بيه. طب وقالك ايه؟ ما ادانيش عقاد نافع لكن ميال يا ضناي، انا خبراه. خلاص اتحدتي معاها هي، قولي لها على اللي عاوزه فيصل ده وشوفي هتقول لك ايه وحيبان. فكرك كده؟ ما هو كده ولا كده لازم هتعرف. على رايك. طبعا خير يا ست الحاج، خير يا ست نجاة. يسعد صباحك يا بدور. ايه في ايه مالك؟
فيك يا بنت فيه ايه؟ أنا خابرة علشان موزة بنت خالتها. هي بنت خالتها؟ أحب على عينيك يا ست الحاج عشان خاطر أنا إذا كانت ليه معزة عنديك. دي بنت غلبان تجري على نفسها ملهاش حد. هي حمار ما عرفاش حاجة. هي فاكرة كده بتخدم الست نفيسة. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبتي. طبعا حمدي تعبك خالص الليلة يا ماما الحاجة. يا ريت يا حبيبتي تعبني العمر كله. قولي حاجة يا ست نجاة، ربنا يعود عليكي بالخلفة الصالحة، وانتي ست فرح ربنا يخلي لك سي حمدي بيه. ايه مالك يا بدور؟ عشان موزة بنت خالتها. ما تقلقيش انا لسه مكلمة رفيع بيه. ربنا يطول عمرك. وقال لك ايه؟ جري يا بنتي، ما قالت لك كلمت وخلاص. يلا هوينا. يلا فرح تعالي جاري، انا عايزاك. خلاص حنا وعدوني. اكتم يا بنت نمراني حلها. لا لا خليني مكتفة، خليني مكتفة. هتودوني فين؟ ما تخافيش. عيب على يدك، عيب على يدك. ساعتك فين؟ قومي على حالك. حاضرة. ما قدرتش. قومي روحي ورجلك ما تغطيش السرايا تاني. ها ايه رأيك يا فرحة يا بنتي؟ جاوبيني، ردي علي. اقول لك ايه يا ماما؟ ما انا قلت قبل كده ان انا مش عايزه اتجوز ومش هتجوز. في شاب في سنك برضك مش عايز تتجوز يا فرحه؟ انا يا نجات. ليه هتترهبني؟ يعني انتوا عايزيني اوافق؟ يا بنت قولي لنا رايك. طب هو كلم مين؟ كلم رفيع بيه ولدي. واشمعنى رفيع بيه؟ واه امال هيكلم مين يعني يا فرحه؟ ليه؟ هو انا يعني ماليش اب ولا ايه؟ ليك يا حبيبتي وربنا يخليهولك. يعني انت عاوزاه يكلم ابوك؟ لا انا ما قلتش كده. ما قلت ايه يا بنتي؟ ريحيني. وانتوا عايزين تعرفوا رايي ليه؟ ما الراي بقى راي رفيع بيه واحنا ولا حاجه. انت بتضحكي يا ماما الحاجه؟ مش هي دي الحقيقه؟ انت متعصبه ليه؟ لانه كان لسه بيكلمني وما اهتمش حتى ان هو يجيب لي سيره. اديني بجيب لك السيره. ولا انا مش مالي عينك ولا ايه؟ لا العفو يا ماما الحاجة، حضرتك عارفة مقامك عندنا. ما ليه الحكاية يا بنتي؟ ما تقول يا فرح. طب وهو رفيع بيه رأيه ايه؟ ما قليش. طيب لما يبقى يقول رأيه هبقى انا اقول بعد اذنكم. ايه رأيك؟ باينة زي عين السم. تعالي يا بنت. افندم نعم يا ست الحاج. مين اللي طلعك؟ ده ساعة البي والله العظيم هو اللي طلعني حتى ثانيه. طيب روحي ربنا يكفينا شرك. فيه ايه يا مرات عم؟ انت مش سمعتي فرحة بتقول انها كلمت رفيع بيه ولدي عنيها؟ صح. تمام زي زمان انا وسلطان بيه. الله يرحمه ما كانش يسمع كلمه حد غيري انا. بس بالك انت، طلب الدكتور فيصل ده جه في المصلحه. يلا يا بوي انت قد اتاخرت قوي. اتاخرت على ايه؟ رايح الديوان يعني؟ يا بوي دي موزه زمانتها راحت في شربه ميه. ما تروح في 60 داهيه. وعلى الله رفيع يقل عقله ويعمل لها، يبقى وفر علي حاجات كتير من اللي كنت ناوي اعملها له. يا بوي يا بوي يلا يا بوي انت لازم تلحقها. مش لما افطر ولا قوم على لحم بطني. يا بوي فطور ايه بس دلوقتي؟ ده احنا داخلين على الظهر. يا اولاد اديني قايمه. مع اني اثقل حاجه عندي ان اروح عنديهم والله اصطبح بشحنة واحد منيهم. ايوه 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 ايوه. مين؟ موزة. موزة موزة فوق يا بنت، فوقها مرعي. ايوه ايوه مين؟
حي يا لما تلوشك اقف على حيلك انا خرجت كيف البي عفاني عفانك هو بزك نفسه منين نفسك ده؟ لا البنت بدور البنت بدور قالت لي ان الست فرح الله يسترها الله يسترها هي اللي قالت له مين؟ ما هي قالت لي بتقول ايه؟ فيصل ابو زهران ياخد البنت اللي زي الشكلاته دي؟ سامع يا ابوي انا مش عليه مش عليها يا نجات انا على واد الفجي دي اعوذ بالله على ملفظك ايه كتبت في ديه ولا ايه؟ مش ابوك كان بيجرى على الطرب زمان؟ الله يرحمك يا عم سلطان انت اللي حطيته في الجامع اللي بنيته ويا صبري ما انت سبق قلت الكلام ده قدام رفيع بيه وكان حيقطع خبرك ولا نسيت؟ وحقوله تاني لما اشوف المرة دي حيكون موقفه ايه؟ وين اللي حيغير موقفه؟ اللي حيغير موقفه ان واحد زي ديه يطلب انه يربي ود اخوه وانت وعيت له يعني ادهاله انا مش عشان ادهاله ولا ما ادهالوش انا كيف فكر في كده يعني انت اللي كايدك ده بس ولا حاجه تاني هيكون ايه يا نجات اسال روحك عايزه تقولي ايه يا نجات قدام ابوكي عاوز اقول لك ان انت بتتدخل في كل حاجه اللي ليك فيه واللي مالكش ودي ماليش فيها كمان يا نجات لا مالكش اللي يخصك فيها فرحه دي كمان شوف الظن شوف الظن فرحه مين انا على حمدي ده حمدي ده مش واد فارس به واد عم الله يرحمه دلوقتي بقي واد فارس به واد عمك الله يرحمه واه يا نجات الله يرحم يوم ما كنت عاوز تولع فيها نار وانت بتقول واحنا نعرف منين انه ولده دي هتقلب لي في القديم والجديد سامع يا عمي والله ما عجبني حدتكم الماسخ ده انا لا طايقك ولا طايقه انا مهملكم وقايم استنى يا عمي استنى احنا نروح لرفيع نتحدث معاه في الحكايه دي تعال ما فيش فايدة هي قالتك دي؟ يعني أنا حكدب عليك يا ولدي؟ لا 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 يما لا ما قصديش لو شفتها والدمع هتفر من عينها قدام نجاة بنت عمك ولا لما سألت ورفيع بيه رأيه إيه؟ ولا لما قالت أنا ما حقولش رأيي إلا لما رفيع بيه يقول رأيي بزيادك يما بزياداكي بزيادة يا إيه عاد أصل كل الحديد ده مش معناته زي ما أنت فاكرة ما اللي حيكون معناته إيه؟ أنا خابر عاد بس أنا خابرة واه يما الله يرضى عليكي وحتى لو هو كده الحكاية فيها ألف وجه يمنع تاني يا رفيع طيب أنت حتقبل تديها للدكتور فيصل؟ يا ولدي يمكن يروح لابوها ايه انا بقول يمكن طب خليه يعملها طب ولازمتها ايه المشاكل عاد يا ولدي مش يمكن يروح لعم غزال وعم غزال ما يعرفش عوايدنا ويشوف ان الدكتور فيصل ما يتعيبش واو ساعتها هي ترضى مش كده لا ان كان عليها هي ما حترضاش لكن يا ولدي ده لا شرع ولا دين يقولك ده يعني هنبقوا زي اللي لا بيرحموا ولا يخلوا رحمة ربنا تنزل خلاص يا أمه خلاص خلاص إيه عاد يو السلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته تفضلوا وبعدين معاك يا بنتي انت ما حدكيش غير البكا ما يحلش حاجة غير انه سلاح الضعيف اسمعي كلام ابوك تكسبي
وتقش في الاخر زي ود الكوتشينة. واللي هتقوله انا هنفذه. هذا الكلام عاد وتبقى جد ساعة الجد، ويبقوا بدوها بخاطرهم هم اللي بدروا بيها، يعني دبوري وزن على خراب عشه. وهتعمل ايه؟ اسمعيني وطرطقي ودانك زين. سمعك وربنا يخليك لي. انت تاخدي بعضك دلوقتي وتروحي السرايا. لا لا، انا رجلي ما تخطيش هناك تاني واصل. ما تبقيش حمارة، ده لازم. لازم ليه؟ انت مش ليك خلقاتك وحاجتك ودهبك هناك تيجي بيهم وتاجي. لا انا حشي حد يجيبهم. ما ينفع شي. طيب ليه؟ لانه في حاجة مهمة تانية عايزك تجيبيها وياك. ايه هي الحاجة دي؟ هقولك، بس انت تاخدي بعضك دلوقتي وتروح السرايا تلم حاجتك وتاجي، وتبقى هي دي الزعلة اللي احنا متفقين عليها، تقعد هنه لحد ما تولدي، قصدي لحد ما العيل ياجي. وايه هي الحاجة اللي انت عاوزها من هناك؟ انا هقولك. علي النعمة يا صبري، انت عامل زي غراب البين، ما تحط مناخيرك في حاجة الا واحس انها هتغفلك علينا كلنا. الله يسامحك، الله يسامحك يا رفيع بيه. يا صبري يا دعمي، ميت مرة اقول لك مليك الصالح باللي يخصني واصل. واه، مش انصحك يا واد عمي. انت لو احكم واحد في الدنيا دي ما خدش النصيحة منيك. يقولك عاد. سمعت، انا دم حامي، دم حامي كمان، مصلحة حمدي بيه واد عمي عندي في كل حاجة. أشقي خلقات يا ناس. صبري أنا ما طايقش نفسي، قول اللي عندك وخلصني. هتعمل إيه مع فيصل ده؟ إيه؟ في اللي اتجرى عليه؟ يعني أحلف يمين نجاة ما تخش السرايا تاني؟ واه، ونجاة مالها؟ ما هي السبب؟ هي اللي بتقول لكم أول بأول زي الإذاعة. يعني إيه؟ عاوزها يعني ما تقولناش ولا إيه يا واد أخوي؟ لا، بس مع وسط النصيبه ده يعكر دمي كل يوم والتاني كده. يعني اطلع من بره بره ودي له عيار فيصل دي واخلص مني؟ ده انا اللي كاني هديك عيار واخلص منيك. والله تريحنا منيه. انا الحق علي، انا الحق علي، بس برضه ما هسيبوش فيصل دي واتفق الطرب دي ياخد المهلبيه دي، ده يبقى زي غراب خد جبنه بيضه. غرج جاك الطين بلوى ودلب بيها يا عمي، سواء انت سواء انا جاب انت عمي. يا ساتر انت بتقول فيه. طب يلحقوا يا عمي، يلحقوا لايين عم الشيخ زهران ولا يعمل جنايه مع دكتور فيصل ودوات سفيه ووقعنا في مشاكل. يلحقوا. ايوه صح. صبري صبري يا اخوي. تعمل ايه؟ زي ما انت واعي. ايه هتسيب السرايا؟ ايوه. ليه؟ كل ده علشان طلبت الجاسوسه بتاعتك اللي كانت بتتصنط علينا؟ لا مش عشان كده، وانت عارف وهي كمان ما هياش جاسوستي ولا عملت كده باسي. ماشي، مين اللي قال لك انها اسمح لك انك تسيب السرايا؟ ايه هتحبسني في الحاصل زيها؟ لا انت اكبر من كده ولا انا اصغر من اني اعملها. الله يسامحك، خلاص اعملها، انا ها قدامك. لا انا ما اعملهاش، لان انا رفيع العزيزي فالسلطان بيه اللي يعرف الاصول، واولها انه ما يهينش مرته. الاهانه مش بالضرب ولا بالحبس يا ودي سلطان بيه. انت حد دسلك على طرف هنا؟ يمكن تكون هي دي الاهانه، وجودي زي عدمه. انت عاوز ايه؟ عاوز تكوني مركز الكون والدنيا تدور من حواليك؟ اقله زي ما هي دايره حوالين غيري اكده ولا لا؟ أنا مش مجبور أجاوب عليكي ولا على أي حد تاني. بخاطرك ومن غير ما تجاوب، وافق على جواز الدكتور فيصل من فرحة وكل حاجة تتحل من نفسيها. أنا قلتلك أكره ما علي اللي يدخل في الملوش فيه. لا، ده بالخصوص ليا فيه. وقلتلك كمان أنا ما أحبش اللي يرجعني في الحديد. طيب وحاضر يا رفيع بيه،
انت كده وصلتها للنهاية. انا عارفة انت معاوز تتوافق على جواز فرحة من الدكتور فيصل ليه، وعارفة كمان انت ناوي تعمل ايه بعد كده. زي ما انا عارفة انا هاخد حقي كيف ومش ندمانة. انت بتهدديني؟ انا وانا ايش اكون عشان اهددك؟ اسمعي، اذا طلعت من السرايا دلوقتي عارفة ما رجعش تاني. هديك قلتيها، وخليك فكرة ولادنا ما حدش بيربيهم غيرنا. ولاد سلطان بيه لاتما وعتما يتربوا هنا في سرايته. مش ولاد سلطان بيه، يعني هنقعد كده يا حاج لما شاء الله مستنيين النضج السامي؟ يا ولدي ما فاتش وقت كتير برضك. وهو محتاج الوقت في ايه اساسا؟ ما هو لازم يحدد موقفه عشان انا كمان احدد موقفي. الحكايه فيصل ده انت يمكن ما شفتهاش غير مرتين بس، لحق تشغلك كده. ملوش لزوم الكلام ده يا حاج. انا مقصودش يا ولدي، انا بنبهك ان الموضوع حساس وعاوز تأني، وانا قلت لك بالاول انه مش بالسهل. ايه حساس دي ومش بالسهل ليه يعني؟ يا حاج ده طلب جواز عادي والجواب فيه يا اه يا لا. لا ما هوش عادي يا ولدي، انا خايف على شغلك، انت بتعمل عمليات وارواح الناس بين يديك، فلازم تكون هادي وبالك رايق. ما هو عشان كده يا حاج انا بقول لحضرتك لازم يحدد موقفه علشان انا كمان احدد موقفي. حدد موقفك تعمل كيف يعني؟ عمل اللي المفروض يعمله اي واحد طالب ايد واحده للجواز، ابوه عايش موجود وعلى قيد الحياه. فيصل انا نبهتك من البدايه. مهنا كمان يا حاج ما اقبلش الاذلال والتحكم ده. لا حول ولا قوه الا بالله. انا حدي له فرصه يوم واحد كمان ولازم يحدد موقفه. يا ولدي خلاص يا حاج خلاص، هو يوم واحد كمان. نوى شكله كده، شكله وهو شكل النوى بيبقى كيف؟ انت هتتمقلت عاد. اعملك ايه همال؟ ما تسأل وقولك بصراحة ربنا بدل ما قولي شكله وهيئته. ما انا معوش نبين له ان احنا ملهوفين. واحنا ايه همال؟ واه يا ريس شندي، حتى لو كنا كده مش لازم نبين له ده، ولازم نحسسه انه ولا على بالنا عشان يحتار فينا ويفكر الف مرة قبل ما يغدر. ده ينخطر له الغدر يعني. وهو السؤال بالهداوة كده في حاجة؟ يوه خلاص طيب، ولو ان قعدتهم طولت ومسخت وهو عتشمنا. ما عرفتش ايه هي حكاية العكمة دي؟ لا بس كانها زي ما قال صح عكمة تقيلة. عرفت كيف؟ بيبان انت مش واعي الودوة ده منهم. حيكبس على اخوه؟ لا ما ظنيش، ما يعملهاش. هم ليه بس؟ هم دول يغلبوا، دول ولاد حرام وليهم في كل خراب عفريت. على قولك. وبس اللي هو جاي اهو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول يا ريس شندي، قول أؤمر. سلاحنا مش لسه عنديك برضك؟ واه عندينا طبعا، وتحت أمرك وبالزيادة كمان. زين زين قوي. هتعمل بيه يا بوي؟ حد وعيلك؟ هو لو حد وعيلي كانوا طلعوني بيه.
صح. كانوا فرغوه فيكي انما براو عليكي، طلعت بتبوكي صح. انت من هنا ورايح تكني هنا لحد ما نجيبوا لهم ود الكشتينة. اي ود الكشتينة دي؟ اللي بيقش عشان نقش. وانت هتعمل ايه همال؟ انا بعمل حاجة على يدك، كل حاجة ماشية لحالها زي ما فكرت فيها. انا على الطبنجة دي باقي عليه. مين؟ رفيع بيه؟ يا لهوتي، انت هتموته؟ موته ايه؟ انت مجنونة؟ ما انت اللي بتقولها. اقول ايه؟ انا لما اكون عاوز اموته اموته بطبنجته، ما اموته باي سلاح تاني. امال ليه بتسألني وتقول لي باقي عليه؟ عاوز اطمن، ما انت الواحد ما عارف لكيش حال. لا اطمن، حتى لو بحبه. وانا يعني كنت عملت ايه بالحب دي؟ ما اللي بتحب رجيلها بتجني السعادة، لكن انا ما جنيتش مني غير الشجا والحيرة، وما عارفاش ايه السبب ولا ايه اللي الفرحة دي مش فيا، ولا ما عرفتش احبه، ولا انت خليتني اكرهه، ولا ده قدره مكتوب عليا من كله. لكن مهما كان، انا دلوقتي لما هغشه مش هكون ندمانة، حتى وانا حباه. ما يمكن زي انت ما بتقول غشه ده يرجعهولي، ما هو ما خلاليش سكة تانية رجعه بيها. طب وانت عرفت بالموضوع ده ازاي يا وهبي بيه؟ انت ناس انا مين ولا ايه يا دكتور؟ مش بنتي مرت رفيع بيه وعايشة معاهم في السرايا؟ صح صح صح، لا مؤاخذة يا وهبي بيه، والله الواحد دماغه ما هياش فيه. الله يكون في العون يا دكتور. طيب يا وهبي بيه انا تحت امرك. هو مين اللي تحت امر مين يا دكتور؟ ما تخليك معايا في الحديث امال. وهبي بيه اتكلم بوضوح من فضلك. حاضر. انت مش ليك مصلحه عاوزها تتقضي، قصدي يعني الجوازه دي اللي دايره راسك من غير مؤاخذه يعني. ايوه مالها؟ انا من مصلحتي ان ربنا يتمم لك بخير فيها، واقدر كمان اساعد. لا، واحده واحده يا وهبي بيه. اولا انت ايه مصلحتك؟ ثانيا تقدر تساعد ازاي يعني؟ لو قلت لك على السر يفضل بيناتنا؟ طبعا. طب الفاتحه على الخاين وود الحرام ايه؟ آمين. أولك شيء، أنا مصلحتي أو قول مصلحة بنتي إن عروستك دي اللي عليها الكلام تسيب السرايا النهار ده قبل بكرة. ليه؟ شغل حريم عاد غير سلايف. أنت خابر يا دكتور، بس ما فيش بينها وبين بنتي عداوة لا سمح الله، لا غيرة وبس. اللي مزودها ان قاعدة عروستك في السرايا دي تعتبر يعني قول ايه بس من غير سبب. من غير سبب ازاي؟ لا مش حاجة عفشة لا سمح الله، لا بس فكري بنت يعني ان الاحتياط واجب وبعد عن الشر وغني له، فكرة حريم عاد. فهمتني؟ ناجي لتاني هام، أنا أقدر أساعد كيف؟ كيف يا وهبي بيه؟
انت تقول لي على ميعاد مروحكم لرفيع بيه اللي هتاخدوا فيه ردوا على طلبكم. انتوا مش رايحين له؟ طبعا. متى؟ بكره ان شاء الله بعد العشاء. خلاص انا اطب عليكم عندي وليا كلمه بعون الله اللي هتقلب الميزان لو قال لك لا لا قدر الله. طب ازاي؟ هتسمع بودانك يا دكتور. سلام عليكم. يا وهبي بيه. شوف عينينك انت يا دكتور. سلام. وجنابك عيان ولا حاجة؟ جك عيا يهدك. هتعيني ليه؟ جنابك جاي من عند الدكتور تبقى عيان. أنا جاي من عند الدكتور عشان كنت عايز أعرف حاجة مهمة وعرفتها. إيه هي الحاجة دي؟ يا ساتر على طبعك الماسخ دي يا مرعي. أها أدينا انكتمتها. لا بس برضك أقول لك أنا عاوزك تعمل عملية. عملية إيه يا ستار يا رب؟ وأنا عيان أنا كمان؟ يا واد مش عملية عند الدكتور يا واد. العملية بتاعتنا اللي ما أمنش لحد غيرك عليها مش تقدر؟ أنا نقدر نفوت في الحديد. أنا متوكل. قبل العشاء رسيك على كل حاجة. والله فيك الخير يا حمادة. أنا لسه كنت بفكر فيها. أختك اللي محيراني دي. هي بعت الدواب؟ لا. أنا اللي اتصلت بيها بالتليفون. بس اطمن هي كويسة وبخير والحمد لله. هتيجي؟ لا إحنا اللي هنروح لها تاني. لازم يا ابني. طب ليه يا بابا؟ مش حضرتك قلت إن هي بخير وكويسة؟ ما هو عشان بخير وكويسة يبقى لازم نروح لها. كفاية كده بقى. إيه ده؟ مالكيش صالح، خليه بس عندك. وبكرة قبل العشاء مرعي هيجيلك، ابقي ادهوله. طب مش عارف بس ايه هو الاول؟ وتعرف ليه؟ انتوا ليه كلكم حشرية كده؟ ليه تحبوا تعرفوا اللي ما يخصكمش؟ مش بتقولي خليه عنديكي؟ هو حشيش ولا كمبلة؟ طب لما هو مش حشيش ومش كمبلة ما تخليه عندك انت؟ لا الاحتياط واجب، عنديكي أأمن. لا أنا كدي الفار لعب في عبدي ولازم نعرف إيه هو الأول. واه يا أولاد أنا حضرك يعني؟ بردك نورني يا وهبي. حاضر. ها طبنجة استريحتي؟ يا لهوي لا هو بالي يحط عليكي. إيه وعيت الحنش؟ طب هتخليه عندي ليه؟ اللهم طولك يا روح. يا بنت سبق وقلتلك ما عاوزهوش يكون معاي لاني بعمل حساب الصغيرة قبل الكبيرة. في ايه؟ ليه السؤالات دي كلها؟ ما عاوزهاش تقولي له وخلاص. هو انا اقدر اقول لك له في حاجة؟ اكدي انا احبك وبعدين ده كلها سواد ليل مش اكتر. ده بدل ما تفرحي اني بأمن لك وبوثق فيكي دونا عن اي حد تاني. يلا حضر لنا القعده خلينا نفرح اصله كانها متسهله الليله. يلا خير. ايه مالك بتقوليها كده؟ بقولها ازاي يعني؟ زي ما تكوني مش عاوزه تقوليها.
لا انا مش قللت الذوق يا رفيع بيه. يا مرضات زعل عاد. ليه حضرتك زعلتني في حاجه؟ على حد علمي ما عملتش. انت زعلانه عشان ما قلتلكيش على حكايه الدكتور فيصل؟ اديك عارف اهو. حضرتك بتضحك يا رفيع بيه؟ يعني اصل اذا كنت ما قلتلكيش فلي الف عذر. انا عايز اعرف عذر واحد منهم، واحد بس. طب هو انت مهتمه بالموضوع ده لدرجه انه يزعلك؟ يا سلام، مش دي حاجه تخصني برضو ولا ايه؟ عندك حق. انا مش قصدي اللي جه في دماغك يا رفيع بيه. انا سبق وقلت لحضرتك اني ما فكرش في موضوع الجواز ده خالص، بس على الاقل كنت المفروض تقول عشان احس ان انا موضع احترام. لا انت موضع احترام واكتر. طب اديك عرفتي رايك ايه. انا هسيب هنا يا رفيع بيه، انا مش مستريحة، وكفاية مشاكل لحد كده. ما تتبعش كلام واهبي السوالمي، انا خبره زين. ماله واهبي السوالمي؟ محراك شر، لازم بدبر حاجة. حاجة ايه؟ الراجل كلامه كان واضح، خصوصا في اللي قاله عن مصلحته في ان الجواز يتم، وكان كلامه منطقي. مش كده وبس، وفتح عناية كمان عن دوافع رفيع فعرجال الجواز فرحة من اي حد. هي الدوافع دي طمعا فيها يا حج، عاوزها لنفسه. هو قال لك كده؟ لا مش بصريح العبارة عشان ما يوجعش بينا، انما هو لمح وانا فهمت. امال يعني بنته بتغير منها ليه؟ شوف يا ولدي، لا رفيع بيه كده ولا وهبي السوالمي خاف على الناس كده، ده لو قدر يولع الناس ببعضيها ماتوا ناشي. طيب يا حج، عندك تفسير تاني؟ العلم عند علام الغيوب يا ولدي، بكرة كل حاجة حتبان. لا بكرة لا يا حج، النهاردة بعد العشاء زي ما اتفقت مع وهبي، وكله يواجه كله. هتبقى معايا يا حج؟ ما اقدرش اهملك لحالك يا ولدي في موقف زي ده. ربنا يجيب العاقب سليمة. البركة. بارك الله فيك يا ريس شندي. بجد كل واحد خزتين كمان يا داود، يمكن يحتاجوهم. ليه؟ داخلين حرب؟ حد خابر؟ ايه ساكت ليه يا وصفي؟ بينا يا اخوان. ولا زي ما يكونوا طالعين من بطن امهم هجامه. فهمت يا تامليه؟ ايوه مليه. والمالك متوه كده ليه؟ لا بيه متوه ليه؟ يعني حكايه واعره عليه كلها تقدر تخلصها. ايه يا جناب البيه، انا مرعي، مفيش حاجه واعره علي. انا بتشائم لما تقول كده، بتبقى عامل زي الغشيم المتعافي. ربنا ما يجيب مشائم. مرعي، اذا ما كنتش تقدر تخلصها قول، احنا لسه في اولها، لسه على البر يعني، انا دبرها من سكه تانية. مقدرش كيف يا جناب البيه، انا كده يبقى ماليش عازه. طيب هتخش السرايا كيف؟ عيب يا بيه، اذا كان على تكون السرايا دي اسهل حاجه في الحكايه كلها. صح، ما دي شغلانتك القديمه نسيت. اه جنابك قلتها بلسانك. ها يعني انا خبره سابقه. بالك يا مرعي، لو خلصت الحكايه دي على خير، لك عندي فدانين ارض ملك عقدهم جاهز. لا يا جناب البيه، خيرك عليا قبل سابق، انا مش عايز حاجه. برافو عليك، يلا
روح اخطف رجلك لحد رئيسه، خد منيها الأمانة واتكل على الله من برا برا. هوا جنب البيه. يلا خلصونا مال الوقت راح. طب مش لما اعرف الاول هتعمل بيه ايه؟ ما اقدرش اقول لك يا ست رئيس. يا مرعي انا خايفه على وهبه الله يخليك. يا ست ما تخافيش، هو معايا ولا معاه؟ خلصيني بقى. طب انت رايح بيه فين؟ ما عنديش اوامر اتحدث وياك في حاجه. ما سالتوش هو ليه؟ سالته وما قاليش. تقومي عاوزه تسالين انا؟ يلا اعمل معروف خلصيني. ادهوله يما. شكرين. سلام. سلام. ايه يا اما مالك؟ هو كان جاي لحاله؟ يعني انت مش وعياله؟ انا حاسه كده زي ما يكون حد وياه. حد مين؟ انا خبر عاد. انا حاسه بكده. مفيش حد. يمكن. انما ايه؟ هات الطبنجه. خلي الطبنجه عندكي. انت عندك تفسير لديه يما؟ انا لا عندي تفسير لديه ولا لغيره، ولا عاوزه افكر ولا اتعب نفسي في التفكير. وافكر ليه واحنا في الاخر ما قدمناش غير قولة حاضر وطيب؟